نفسي للقدس فداء، روحي لفلسطين فداء، يا أهل غزة إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هؤلاء الخثالة الذين يأكلون أموال الناس، يقتلون الأولاد ويستحيون النساء ويخربون البيوت ويأسرون الرجال، قال عنهم الله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهؤلاء الخثالة لو ملكوا الدنيا وما فيها تظل الذلة في أعناقهم، وتظل المسكنة تابعة لهم، ويظل غضب الله عليهم كما قال الملك: اعلموا أيها الظلمة قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والله يظل القدس لنا، وتظل فلسطين لنا، وتظلون أنتن شعوب الأرض كلها ولستم شعوبا. والله حذاء المرأة من فلسطين برقابكم جميعا. انصروا إخوانكم يا عباد الله ولو بالدعاء، ولينصرن الله من ينصره، وليأخذن الله الظالمين أخذ عزيز مقتدر. إن المظلوم إذا رفع يده وقال يا رب، قال الملك جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله الغلبة لنا ولو دارت الأيام مدارها. هؤلاء الفجرة قتلة الأطفال لا يطؤون موطئا إلا ويفسدونه، حفروا الأنفاق تحت الأقصى يوشكون أن يهلكوه، ولكن الله يحفظه بحفظه. فيهدم الأقصى بحجة هيكلي عذرا: صلاح الدين هذه أمتي ما بين مغترب وبين المجفني، غرب يقتل بعضنا في بعضنا، يا حسرة القلب التي لا تنجلي. أهل غزة ما عليكم بعدها، والله سينصركم الله نصرا مؤزرا. ونفسي لكم فداء، نفسي الفداء لكل منتصر حزين، قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت كعبيه اتزان الأرض، معنى العدل في الدنيا على إطلاقه، يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القاعدين، حتى مماليك البلاد القاعدين.